جميل. للتعليق على هذا القرار الصادر من لجنة الانضباط بحق الكابتن حسين عبد الغني، معي على الهاتف مباشرة المحامي والمتابع للشأن الرياضي الأستاذ خالد أبو راشد. مرحبا فيك أستاذ خالد. أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم وبضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. سعداء جدا بتواصلك مع برنامج الملعب. نستمع إلى تعليق لك يعني من ناحية قانونية حول هذا القرار. نعم، حقيقة هو فقط لا غير يلاحظ على قرار لجنة الانضباط أنه تضمن عقوبتين في آن واحد. نعم. الغرامة والتحذير. ويمكن هنا فقط لا غير الخطأ القانوني أنه يفترض إما الغرامة وإما التحذير أو الإنذار، فلا يجوز الجمع بين عقوبتين لأنه نعم. التحذير عقوبة والغرامة عقوبة. يعني فقط لا غير هذا ما يلاحظ على القرار. وأما فيما يتعلق بالغرامة فهم اعتبروا أنه ما بدأ اللاعب يعتبر سوء سلوك نعم. وطبقوا عليه الغرامة. فيعني إلى حد ما يمكن هذه الملاحظة الوحيدة الازدواجية في العقوبة. طيب أستاذ خالد، يعني ملاحظ في قرار لجنة الانضباط استمعت إلى شاهد في هذه القضية، يعني هناك قضايا سابقة ما استمعوا فيها إلى الشهود، يعني خلينا نشوف قرار اللجنة ضد اثنيان حارس فريق نادي التعاون وإيقاف لمدة 6 أشهر، وذكر اثنيان بأن هناك موجودين وهناك شهود ينفون هذه الحادثة. صحيح، لما نقارن بقرار الاثنيان هو متى أشار إلى مسألة وجود الشهود أو مثلا تحريف اليمين؟ هل كان قبل صدور القرار أو بعد صدور القرار؟ نعم، حسب ما أنا أعلم أنه بعد صدور القرار طلع اللاعب وتحدث، يعني طبعا حلف اليمين وأثار مسألة شهود. إذا أثناء تداول اللجنة لم يشار إلى أنه مطلوب شهود أو أنه في شيء من هذا القبيل. في أشارت إلى وجود شاهد. نعم، فهنا نعم الفرق بالنسبة للاعب في قضية التعاون. الآن الكرة يعني كما يقال في ملعب لجنة الاستئناف. هل هي حتأخذ بقرار لجنة الانضباط المبني على تقرير الحكم أو أنها سوف توجه بالاستماع إلى الشهود مثلا أو تحريف اليمين أو ما إلى ذلك؟ هنا طبعا القرار يعود إلى الاستئناف في هذه الجزئية. نعم. طيب أستاذ خالد، يعني فتح هذا المجال بأن يكون هناك شهود تستأنس بهم لجنة الانضباط، ما تعتقد أنه راح يدخلهم في مشاكل كثيرة؟ يعني كل واحد يستطيع أن يحضر شاهد ويستطيع، يعني لماذا لا تكتفي اللجان المخصصة بالمحاضر اللي تردها سواء من لجنة الحكام، من لجنة المنشطات، من أي جهة أخرى، المحاضر يعتد بها؟ أنا أتفق معك تماما أستاذي في هذه الجزئية، خاصة بالنسبة للجنة الانضباط. نعم. يعني هو الأصل أن نبين على من ادعى، وحتى في القوانين الرياضية نعم. اللي يتقدم بشكوى عليه أن يقدم أدلته لا أن يطلب من اللجنة أني أنا أقدم شكوى وأقول لها يا لجنة أنت روحي دوري أو روحي جيبي الشهود. نعم. ومع ذلك إن رأت اللجنة أنها تستنير مثلا أو تطلب شهادة أحد الشهود تطوعا لا أن تجبره، فأيضا لا يمنع من هذه الجزئية. لكن أستاذ الكريم بس أنا أوضح حقيقة هو استياء النادي الأهلي التام من الإشارة أو ذكر اسم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله. نعم. في هكذا قضايا. يعني كان السؤال اللي احنا بنستغرب له، ما علاقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله رئيس هيئة أعضاء أشرف النادي الأهلي ب يعني مثلا خلاف بين لاعب ولجنة أو بين شكاوى؟ يعني ما علاقة إطلاقا حتى يزج باسمه؟ وهذه هي جزئية يعني حقيقة في النادي الأهلي احنا بنستاء منها تماما، ونتمنى عدم الزج في المستقبل، يعني سواء بصاحب السمو الملكي أمير خالد بن عبد الله أو بأي شخصية أخرى ما لها علاقة تكون في محاور القضية. نعم أستاذ خالد، لجنة الانضباط استمعت إلى شاهد إفادته ساهمت في إصدار قرار ضد حسين عبد الغني. في من وجهة نظر أخرى هناك شاهد أيضا من الجانب النصابي ومن جانب حسين عبد الغني يؤكد براءة حسين عبد الغني، لماذا نأخذ شاهد من جهة ونترك شاهد من جهة أخرى طالما أننا فتحنا المجال للشهود؟ نعم، هذه الجزئية يفترض إذا أراد مثلا أي طرف الاستئناف أن يتطرق إليها. نعم. إنه هنا في شاهد هنا في شاهد، لكن خليني أتكلم بصفة عامة. ترى شهود الإثبات أقوى. نعم. من شهود النفي. نعم. شهود الإثبات نعم أقوى من شهود النفي. يعني لو إنسان مثلا قام بإعتداء عام ليس هذا قضية، فيفترض
استاذ خالد الصوت غير واضح. نعم ممتاز. طبعا للطرف المتضرر او لصاحب الصله في هذه قضيه حسام الغني انه لما يستأنف يذكر كافه التفاصيل، اكيد هذا حق من حقوقه طبعا. نعم. طيب استاذ خالد كتعليق اخير حول هذا القرار، غريب امر لجنه الانضباط، هناك بعض القرارات تصدر في اقل من 24 ساعه، وهناك بعض القرارات اسبوع، وبعض القرارات يومين. هذا القرار تأخر 3 أشهر البت في هذه القضية، مع أنها قضية بسيطة وقضية واضحة، كيف تعلق على تأخر اللجنة في إصدار مثل هذا القرار؟ تركت تفسيرات وتأويلات للمتابع الرياضي بسبب هذا التأخر. نعم، وأتفق معك تماما أنه للأسف الشديد إحنا دائما نطالب بالتنظيم، يعني يفترض أنه من خلال وقوع الحادثة ومن خلال تقديم الشكوى يتم تحديد فترة معينة. نعم. أسبوع 10 أيام من أي واقعة أو من أي شكوى يتم البت فيها. نعم. أما مسألة زي ما تفضلت يعني قضايا بت فيها بشكل عاجل وقضايا بت فيها بشكل متأخر وعلى حسب انعقادات انعقاد اجتماعات اللجنة، أكيد أنه هذا أمر يعني يعني فيه شك مثلا يثير اللغط أو شيء من هذا القبيل. نعم. أيضا هذا الأمر ينعقد على لجنة الاستئناف، احيانا تبت في قضيه بشكل سريع واحيانا تبت في قضيه بشكل جدا متاخر. فيفترض انه يكون في تنظيم تحديد مده معينه. نعم. من تاريخ تقديم الاستئناف البت فيه او مده محدده من تاريخ تقديم الشكوى للبت فيها. نعم. الاستاذ خالد ابو راشد المحامي والمتابع للشان الرياضي، شكرا جزيلا لك على هذا الايضاح. كابتن سلطان، يعني خلينا نتحول لبيان نادي النصر. يبدو ان الاداره النصراويه لا زال بينها وبين بدر السعيد امين عام لجنه المنشطات يعني مشكله، ودائما تؤكد اداره النصر بان المشكله ليست مع لجنه المنشطات ولكنها مع بدر السعيد، ولكن يبقى في النهايه بدر السعيد هو امين عام لجنه المنشطات. هو العمليه اللي هي يجب علينا في الانديه. نعم. هنا نقتنع بالشيء هذا، لا نشكك في المسؤول او الموظف، نشكك في يعني في ميوله، نقول والله بدر السعيد انه سعيد انه هلالي. نعم. ما بغض النظر عن ميوله، ان نبحث عن عمله ما يعمله ان شاء الله ميوله لاي نادي، ولكن يجب علينا ان نقتنع بما يقدمه بدر السعيد. كل مسؤول له ميول. كل مسؤول له ميول، ولكن ما هو العمل اللي يقدمه بالفعل؟ نعم، ان نبحث عن هالشيء هذا. اما الميول او التشكيك في اي شخص يعمل في الاتحاد او في لجنه، واعتقد ان لن نعمل إذا. نعم. كان كل، لأن الجميع من يعني سلك أو متابع للرياضة أو من يعمل في هالمجال لازم له يكون ميول، ولكن مستحيل أن يكون أي شخص بدون ميول ونتهمه بأي عمل أو أي خطأ أنه يمل للنادي الآخر. نعم. أتمنى الأندية، ما هو نادي النصر بالحالة، الأندية ككل أنها تتعاون مع اللجنة. نعم. حتى ولو كان والإنسان بشر يخطي يصيب، ولكن ما هو انا ما اعتقد ان الاستاذ بدر انه بيتعنى او بيستقصد نادي، يمكن في اخطاء حصلت ولكن يتلافاها، ولكن ما نمحي الرجال او نوجه له كل الاتهامات مجرد انه اخطا خطا واحد. اتمنى ان يعني ان نتعاون مع هاللجنه عشان هي العمليه في الصالح العام. جميل. يعني انت بكره ولا بعده بتشارك في محافل قاريه او عالميه، وهو لاعبك ما فهم يعني الاشياء المطلوبه منه كلاعب. جميل جميل. يعني المفروض بنواجه هالامور كلها، لابد ان نثقف لعيبتنا وننورهم للطريق الصح، ما نساعدهم على الخطا. جميل. كتعليق اخير كابتن حمد الدبيخي في بيان اداره نادي النصر، النصر كافح حسين عبد الغني ب 100,000 ريال، يعني ولجنه الانضباط غرمته ب 40,000 ريال، طلع كسبان الكابتن حسين 60,000 ريال. تعليقك على مكافأة نادي النصر للكابتن حسين عبد الغني، وذكرت انه هالمكافأة تقديرا لذكرى الحقيقة كاملة دون كذب، مع انه يعني في النهاية اللاعب أدين. والله شوف، بالنسبة لنادي النصر لازم يوقف موقف مشرف مع لاعبه، يعني خصوصا اذا زي ما قلت لك اذا كان فيه ترسبات سابقة مع لجنة نشاط او مع شخص معين، فبالتالي العملية مش عملية يعني صحية من وجهة نظري، لأن إدارة النصر يجب أن تقدم عمل مقنع متوافق مع اللجان. نعم. يعني شفناها في قضية اللاعب اللي سعود حمود اللي حدثت في الكويت، بادرت بإيقاف اللاعب. نعم. فأنا أقول لك ما دام في العملية شخصنا، هم بدأوا من هذا المنطلق، أما لو كان العمل راضين عنه راح يقفون مع القرار ويرحبون فيه. نعم. نعم. إذا نقفل هذا الموضوع وخلاصته بأن الكابتن حسين عبد الغني صدر بحق قرار من لجنة الانضباط
بتغريمة مبلغ 40,000 ريال. كانت قضية أشغلت الوسط الرياضي وهي شكوى الموجهة من لجنة المنشطات ضد اللاعب حسين عبد الغني، وأخيرا تم البت فيها بغرامة مالية. تحول إلى موضوع